اهلا بكم في راديو ثانوية، ومعانا النهاردة مع فيديو جديد من حلولنا الغير تقليدية للدراسة الجامعية فيما بعد الثانوية. ايه رأيكم في جامعة الاردن؟ حلوة ولذيذة وفري مشاكل وبرضو مصروفات على قد، تيجوا نتكلم عليها؟ اتكلمنا قبل كده في فيديو سابق عن الدراسة بالاردن وايه الخيارات اللي معاك علشان تقدم احسن دراسة ممكنة، وايه التخصصات اللي ممكن تقدم ليها فيما يتعلق بالدراسات الجامعية اللي مقارنة بالدراسة هنا في مصر او في بعض الدول الخليجية او العربية بوجه عام والسودان على وجه الخصوص. بتلاقي ميزة تنافسية كبيرة جدا عن بعض الكليات التانية، وهو دوت اللي هنتكلم عنه النهاردة لما نتكلم عن جامعة من اكتر الجامعات اللي فيها الميزة التنافسية ديت، خصوصا في الفترة القادمة ان شاء الله لبعض التخصصات الطبية والهندسية، واللي هي جامعة العقبة التكنولوجية. جامعة العقبة التكنولوجية يا سادة اكرام، واللي احنا هنعمل لها مع بعض مراجعة ونشوف ايه مميزاتها وعيوبها، وكمان هنشوف ايه اكتر التخصصات اللي ممكن نقدم ليها، وهتلاقي فيها تسهيلات كبيرة جدا بالنسبة للمجموع او المصروفات او حتى التخصصات اللي انت عايز تدرسها. فجامعة العقبة التكنولوجية يا سادة واحدة من اهم الخيارات اللي لازم أن تكون في حسبانك لو انت قررت ان انت تخوض غمار التجربة بتاعت الدراسة في الأردن. الدراسة في الأردن يا سادة هي واحدة من أكثر الدول العربية اعتمادا، ولا شك إن الجامعات بتاعتها في السنوات الأخيرة بتاخد مراتب متقدمة جدا عن حتى الجامعات المصرية، ففي قفزة عظيمة جدا في التعليم الجامعي بالنسبة للجامعات الأردنية على وجه التحديد، مقارنة طبعا ببعض الجامعات اللي عندها ليجاسي أو أكثر شهرة زي الجامعات المصرية واللي ليها باع كبير جدا. فمؤخرا بدأت الجامعات الأردنية تتقدم في التصنيف العالمي للجامعات، وده بسبب الاهتمام طبعا بالمحتوى العلمي بما في ذلك طبعا البنى التحتية وما الى ذلك، وكل الكلام اللي احنا هنشرحه النهاردة في مراجعتنا لجامعة العقبة التكنولوجية. ايها السادة، اذا احنا عندنا في جامعة العقبة التكنولوجية في عندنا اكتر من تخصص ما بين العلاج الطبيعي والصيدلة والهندسات المختلفة وتخصصات عظيمة اخرى زي الذكاء الاصطناعي وادارة الاعمال والتمريض وما الى ذلك من كليات، لكن النهاردة اللي احنا نخص به الذكر هم الثلاث تخصصات اللي احنا مهتمين بيهم، اللي احنا بنحطهم تحت بند كليات القمة بنطفرين اللي هما الهندسة والصيدلة والعلاج الطبيعي. وطبعا الناس بتتساءل ليه مش الطب والأسنان، لأنه يا سادة يا كرام كنا اتكلمنا قبل كده في الفيديو بتاع الدراسة في الأردن انه الطب والأسنان من اكتر الكليات المكلفة على وجه الخصوص في الأردن. انت عندك الطب ممكن يوصل $21,000 في العام الواحد، واللي هو ضعفين الكليات الخاصة اللي عندنا هنا في مصر، فانت كأنك ابو زيت ما غزيت. واحنا دايما بنحترم عندنا هنا في القناة الفئة او المستوى الاجتماعي او مستوى المصروفات اللي انت ممكن تصرفها في مجال معين، وهترتد عليك طبعا بفايدة عظيمة جدا، وهو دوت اللي احنا بنحاول نقدمه في الفيديو دوت عشان نشوف ايه افضل قيمة مقابل سعر ممكن تاخدها من الجامعة ديت. وعلشان نشوف افضل قيمة مقابل سعر ايها السادة، فاحنا نتكلم عن الثلاث تخصصات اللي احنا كنا قلنا عليهم، الهندسة في تخصص معين في الهندسة، وعندنا طبعا الصيدلة والعلاج الطبيعي. دول الثلاث تخصصات اللي انت لو بتفكر ان انت تاخدهم وعندك الحالة المتوسطة او الكليات المتوسطة في التعليم، تقدر تتوجه مباشرة لجامعة العقبة التكنولوجية لمجموعة من المزايا اللي هنسردها عليكم دلوقتي. اول واهم ميزة في الموضوع دوت هي الفاريشن بتاع الشهادات اللي بتقبلها. جامعة العقبة التكنولوجية من اكثر الجامعات انفتاحا ومرونة فيما يتعلق بالشهادات اللي بتقبلها، علشان الطلبة يقدروا يدرسوا، لان عندهم برنامج تعليمي قوي بيتح لهم ان هم ايا كان المستوى بتاع الطالب اللي هو بيقدم ليهم، عندهم الثقة الكاملة في انهم عندهم القدرة ان هم يعلموه التعليم السليم علشان يبقى او يقدر ينافس مع الطلبة التانيين. فلذلك انت هتلاقي الجامعات التكنولوجية او الجامعات الهندسية ممكن تلاقيها بتقبل من شعبة التعليم الصناعي، سواء التعليم الصناعي او زراعي او تجاري حتى، وتقدر تقدم بيها حتى بدبلوم تمريض في الجامعات الطبية زي الجامعات العلاج الطبيعي. فانت عندك هنا في فاريشن وفي مرونة كبيرة جدا، ودي ميزة عظيمة جدا بالنسبة للناس اللي هم خريجي دبلومات يقدروا يقدموا في جامعة العقبة التكنولوجية في بعض الهندسات. لو انت معاك دبلوم صناعي ومجموعك فوق 60% تقدر تقدم في احد الكليات الهندسية في جامعة العقبة التكنولوجية، ودي ميزة عظيمة جدا مقارنة بالدول العربية الاخرى. تاني حاجة عايزين نتكلم عليها في موضوع المرونة دوت، ان انت عندك المجموع بتاعك مش بياخده من الثانوية العامة من مجموع مجحف او
مجموع عظيم جدا. انت عندك الصيدلة اقل مجموع بتاخده هي 65%، فيما انه العلاج الطبيعي بياخده من 55%، وهندسة البرمجيات بياخده برضو من 55%، وبيقبلوا مجموعة كبيرة جدا من الشهادات زي ما قلنا، شهادة الدبلوم الصناعي او حتى الشهادات بتاع الشهادة الثانوية السودانية او الشهادة الثانوية المصرية او الشهادة الثانوية الليبية او الشهادة الثانوية السعودية، اي مجموعة من الشهادات بتقبلها جامعة العقبة التكنولوجية. ودوت مش داون سايد ابدا، لانه في بعض الناس ممكن تقول انه الحاجة دي تعتبر عيب على الكلية ان هم بياخدوا اي حد وخلاص، ولكن الفكرة هنا في ثقة الجامعة في الاستاف بتاع التدريس بتاعها ان هم عندهم برنامج قوي بيطبقوه على كل الطلبة. التطبيق العلمي العظيم دوت بيخلي ان الطلبة يقدروا يتوازوا مع اقرانهم في الجامعات التانية او الجامعات العظيمة الاخرى، لذلك فديت نقطة ثقة كبيرة جدا عند الجامعة وعندها المرونة الكافية ان هي تدليفر او توصل المحتوى العلمي المناسب لكل الطلاب على اختلاف مستوياتهم. ده طبعا فيما يتعلق بالمجموع والشهادات والتخصصات اللي بتاخدها جامعة العقبة التكنولوجية، فديت نقطة قوة للجامعة. تاني حاجة عايزين نتكلم عليها هي البنى التحتية واسلوب الدراسة والمعامل اللي موجودة في الجامعة. الجامعة بتشمل على مجموعة عظيمة جدا من المعامل والمنشآت زي ما واضح قدامكم في الصور، لانه البنية التحتية في الاردن زي ما قلنا ان هي واخدة مقياس معين، هذا المقياس اللي بيخلي او بيدي الادفانتج للدراسة بالاردن على معظم الجامعات العربية الاخرى، وهو دوت يعني فرانكلي انه من الحاجات اللي هي بتدي تصنيف اعلى للجامعات الاردنية على اطرافها من الجامعات العربية الاخرى. يعني احنا بنقول دلوقتي انه الجامعات في الاردن بتصنف على انها من افضل الجامعات العربية على الاطلاق وافضل الجامعات في الشرق الاوسط، دوت علشان انه الوزارة بتحط مينيمم ريكويرمنت او حد ادنى للمستويات اللي هي بتتطلبها في الجامعات. المعايير اللي بتطبقها الوزارة في الاردن على الجامعات من حيث البنية التحتية ومن حيث مستوى المعامل ومن حيث الاستاف بتاع التدريس بيجبر الناس او بيجبر المنشآت التعليمية في الاردن بالذات على انها تتوخى الحذر او على انها ترتقي للمستوى المطلوب من الدراسة في الاردن بوجه عام. وعلى هذا الاساس هتلاقي المنشآت او البنية التحتية في الجامعة عظيمة جدا، بما فيها طبعا الجانب العملي والتطبيقي والدراسي اللي موجود في الجامعة في الكليات ديت، خصوصا ان احنا الكليات اللي احنا بنرشحها في الجامعة ديت هي كليات تطبيقية في المقام الاول. وعلى هذا الاساس فانت بتلاقي المعامل او المنشآت الحيوية او البنية التحتية في الجامعة بتكون على اكبر صورة ممكنة، وبتلاقيها بتنافس الجامعات الخاصة الموجودة عندنا هنا في مصر ان لم تكن بتتفوق على بعضها. فانت عندك الدراسة العملية هناك سواء في العلاج الطبيعي او في الصيدلة من حيث المعامل، وحتى في الهندسة من حيث التعاملات المختلفة او الانشاءات او التطبيقات على المادة العلمية اللي انت بتاخدها هتلاقيها في اكبر صورة ممكنة، مقارنة طبعا ببعض الجامعات المصرية وكل كليات التعليم في السودان لو انت عندك الحد الادنى اللي انت هتروح فيه للدراسة في الاردن او في جامعة العقبة التكنولوجية، ودوت اللي هنتكلم عليه في اخر الفيديو ان شاء الله. اذا في البنية التحتية والمعامل في افضل صورة ممكنة مقارنة طبعا بالكليات المتوسطة او حتى بعض الكليات المرتفعة في التعليم الخاص في مصر او التعليم الخاص في السودان اللي احنا بنتعلق بيه بصورة كبيرة جدا. وده طبعا اللي بيمهل لنا النقطة الجاية واللي هي نقطة عظيمة جدا في الجامعات الاردنية بوجه عام وفي جامعة العقبة التكنولوجية على وجه خاص. الجامعات الاردنية دلوقتي بدأت تعمل شراكات او برامج زمالة مع الجامعات الاوروبية، وده اللي بيخلي الاسهم بتاعتها بترتفع للسماء مقارنة بالدول العربية الاخرى. انت دلوقتي عندك في جامعة العقبة التكنولوجية معاها برامج زمالة في بعض الجامعات الايطالية وبعض الجامعات الهولندية، بالاضافة كمان للتعاون المشترك مع منظمة سبارك الهولندية اللي هي بتدعم التعليم في الشرق الاوسط واللي بتوفر منح للطلاب واللي كمان بتديهم الافضلية فيما يتعلق بالبرامج التعليمية المختلفة. فاذا انت عندك على الجانب الدولي ادفانتج عظيمة جدا في ان انت تقدر تاخد برامج زمالة مع الجامعات اللي هي مرتبطة او عندها برامج تعاون مع برنامج الجامعة التكنولوجية اللي هي جامعة العقبة التكنولوجية في الاردن. فكده نقول بالاضافة للمرونة في التعليم والصف بتاع التدريس العظيم جدا وكمان البرامج التعليمية الكويسة والبنية التحتية العظيمة مقارنة مع الجامعات الاخرى، الا ان انت كمان عندك برنامج خارجي قوي فيما يتعلق بالزمالة او فيما يتعلق بالتبادل الثقافي بين الطلاب بعض الجامعات الاوروبية والجامعات الاردنية، ده اللي بيدي ادفانتج عظيمة جدا، وده اللي بيديك الفرصة ان انت تقدر تكمل الدراسة بتاعتك برا لو انت حابب ان انت تكمل النظام دوت في الجامعات التعليمية او الجامعات التطبيقية اللي هي زي العلاج الطبيعي والصيدلة، ودوت طبعا اللي هيعمل شيفت في الكارير بتاعك او في مستقبلك عظيم جدا، وهيديك الاتاحية او الافضلية على الطلاب المناظرين ليك في الكليات الخاصة اللي هي موجودة هنا في مصر. معظم الكليات الخاصة اللي هي ما عندهاش برامج خارجية علشان تقدر تكمل تعليم برا، او ان انت تبقى معاك شهادة قوية تقدر تنافس بيها على افضل الوظائف في افضل الاماكن على الاطلاق. فكل ديت ايها السادة تعتبر مزايا عظيمة جدا لجامعة قريبة وفي المتناول زي ما احنا هنشوف
فيما يتعلق بالأسعار والمجاميع وحتى الشهادات أو أنواع الشهادات اللي هي بتقبلها في البرامج الخاصة بيها. نيجي بقى لآخر نقطة متعلقة بالميزات اللي هي موجودة في الجامعة، وهي النقطة بتاعة النظام الدراسي. والنظام الدراسي أسادة في جامعة العقبة التكنولوجية بيعتمد على نظام الساعات المعتمدة، وده نظام عظيم جدا لأنه عندنا العلاج الطبيعي وهندسة البرمجيات وبعض الكليات الأخرى هي جامعات مفروض إن هي هنا في مصر بتدرس في 5 سنوات، ولكن الجامعات ديت في الأردن علشان هي بتمشي على نظام الساعات المعتمدة فهي هنا هتوفر عليك سنة إن أنت تاخد علاج طبيعي مثلا في 4 سنوات أو هندسة البرمجيات في 4 سنوات، فده بالإضافة إنه هيوفر عليك سنة وهيوفر عليك مصروفات سنة إضافية في الأردن، إلا إنه كمان عندنا هنا لما تيجي تعادل الشهادة بتاعتك في المجلس الأعلى للجامعات فالنظام بتاع الساعات المعتمدة دوت هيخليك تاخد الختم بتاع المعادلة في أقرب وقت ممكن، مش هيلاقي عليك أي عقوبات تذكر، ده مقارنة طبعا ببعض الجامعات أو بعض الكليات الأخرى اللي هي في جامعات أخرى اللي هي ما بتتبعش نظام الساعات المعتمدة زي بعض الجامعات السودانية في العلاج الطبيعي اللي هي بتديهم ال4 سنوات. وهنا في النظام بتاع المعادلة، ودي نقطة هامة جدا، بيقولوا لهم هنا ان هم بيردوش عدوهم بالعلاج الطبيعي او بشهادة العلاج الطبيعي موجودة هنا في مصر، لانه هنا في النظام بتاع المعادلات بيتحججوا على ان انت لازم تكون واخد 5 سنوات زي الدراسة اللي موجودة عندنا هنا في مصر، ولكن اكمنك في الاردن بتمشي على نظام الساعات المعتمدة فما فيش اي حد في المجلس الاعلى للجامعات او في ادارة المعادلات يقدر يقول لك تدي التلاتة كام، انت هنا هتعادل الشهادة بتاعتك لان انت واخد عدد ساعات محدد، عدد الساعات دوت هو اللي هيخليهم يعدلوا لك الشهادة في ابسط طريقة ممكنة وبدون اي مشاكل تذكر. بالاضافة طبعا فيما يتعلق بالاعتماد والجودة فجامعات الاردن ما عندهاش اي شك مطلقا ولا في اي بحث عليها زي ما بيحصل مثلا مع الجامعات بتاع شرق اوروبا اللي هي في اوكرانيا وفي روسيا او حتى دلوقتي في بعض الجامعات السودانية اللي احنا كنا بنحذر منها وبنقول ان هي تحت بير السلم، فانت عندك الدراسة في الاردن واخدة الختم الاخضر على طول، مفيش اي مفاصلة فيها، حتى لو انت المجموع بتاعك المجاميع اللي احنا كنا قلنا عليها بتقبل 55% في العلاج الطبيعي، 55% في هندسة البرمجيات، و 65% في برنامج الصيدلة ومن الشهادات المختلفة سواء دبلوم او دبلوم تمريض او حتى الشهادات السنوية العربية المختلفة سواء ثانوية سعودية، ثانوية كويتية، ثانوية اماراتية، ثانوية قطرية او حتى الثانوية المصرية بتاعتنا بنظام التابلت بتاعها، وكمان ما بيقفوش على النظام بتاع الدور الثاني، بيقبلوا شهادة الدور الثاني وما عندكش معالجات ولا اي حاجة من اللي هي بتحصل في السودان. فالقول الفصل ايها السادة فيما يتعلق بجامعة العقبة التكنولوجية ان احنا بنرشحها جملة وتفصيلا للناس القادرين على المصروفات بتاعتها، وده اللي هيدخلنا ايها السادة على النقطة الاخيرة والاهم، وهي المصروفات الخاصة بالجامعات في التخصصات اللي احنا قلنا عليها ديت. ايه المصروفات اللي هي تتيح لك الدراسة في العلاج الطبيعي او الهندسة او حتى كليات الصيدلة؟ لازما هنا ننوه ايها السادة ان الفئة بتاعت الجامعات بتاع الاردن ما بتنزلش ابدا عن الفئة المتوسطة اللي احنا كنا بنتكلم عليها في كليات السودان، فلو انت مش معاك المصروفات بتاع الكليات المتوسطة اللي هي موجودة في السودان اللي هي بتبدأ من 4000 دولار فما فوق فانت تماما تخلى عن الفرصة بتاعت الدراسة في الاردن لان دوت هيكون عبء عليك. لكن علشان نديكم استمت عظيم جدا او معدل عام للمصروفات اللي انت هتصرفها بالنسبة لاول سنة دراسية او في السنوات الدراسية في الاردن بوجه عام، فهي هتكون في متوسط 100,000 جنيه للطالب الواحد في السنة الدراسية كلها. ده اللي هيخلينا نقول ان 100,000 جنيه ديت هتغطي ايه؟ هتغطي طبعا المصروفات بتاعت الدراسة، وهتغطي المصروفات بتاعت التسجيل داخل الجامعة، وهتغطي كمان معاك المصروفات بتاعت المعيشة داخل الجامعة او داخل الدولة الاردنية. فهنا نهيب بالاهالي والطلاب اللي هم عايزين يدرسوا بالاردن او عايزين ياخدوا او يقتنصوا الفرصة العظيمة ديت، لو انت راصد مثلا ميزانية في متوسط 100,000 جنيه للدراسة الجامعية في العام الواحد، وضغطي طبعا مصروفات الدراسة اللي هي المصروفات الجامعية ومصروفات التسجيل والمصروفات بتاعتك الشخصية ومصروفات الاقامة، وفيما يتعلق بالاقامة والامان حابب اقول لكم كمان انه الجامعة فيها سكن داخلي على اعلى مستوى بالنسبة للفتيات وبالنسبة للطلاب المصريين المغتربين، فانت عندك هتغطي كمان حتة السكن وحتة المصروفات، وكمان عندنا الجامعة قريبة جدا من مصر انها بتقع على خليج العقبة، فانت في امان تام وفي اقرب مسافة ليك من الجمهورية المصرية لو انت عايز او انت خايف على الامان بتاعك او لو انت عايز تسفر بنت، فانت عندك السكن الجامعي بيوفر لهم الامان التام والراحة الكافية ان هم يذاكروا وان هم يقدروا يحصلوا على افضل فرصة تعليمية ممكنة. فبالاضافة لكل المزايا السابقة انت عندك سكن جامعي بيوفر الامان وبيوفر الاطمئنان للاهالي وعلى اعلى مستوى، وكمان بالنسبة للحياة الاجتماعية او المستوى الاجتماعي فهو طبعا زي المستوى الاجتماعي في مصر او اعلى كمان، فانت عندك مش هتخاف من الحتة ديت او مش هتخاف من انحدار بعض المستويات علشان تقضي افضل فترة دراسية ممكنة بالنسبة ليك فيما يتعلق بالحياة الجامعية او ما بعد الثانوية المصرية. فلو انت معاك الرينج بتاع الميزانية بتاع 100,000 جنيه ممكن ترتفع حبة بسيطة او نسبة بسيطة على حسب مصروفاتك الشخصية لو انت مسرف يعني، او لو انت عندك مصروفات شخصية اخرى، فعندنا هنا المتوسط بتاع 100,000 جنيه هيغطي مصروفاتك كلها ان شاء الله
الطلاب بالنسبه للدراسه في جامعه العقبه التكنولوجيه. فلما نقول ان الكليه ديت لمين، ديت لطلاب الفئه المتوسطه او الناس اللي هم معاهم المصروفات اللي هي بنقول عليها ديت، لان ما فيش حكم على المجاميع ولا على نوع الشهاده اللي انت تقدر تخش بيها، في مرونه عظيمه جدا. ودي طبعا قلنا ان هي ميزه مش عيب، لانه دوت بينم عن ثقه الجامعه في المدرسين بتوعهم او في البرامج التعليميه اللي هي بتكون مع شراكات دوليه اخرى. ده اللي بيخليهم يوفروا افضل خدمه تعليميه مقابل مبلغ بسيط جدا او مقارنه بالمبالغ اللي موجوده هنا عندنا في مصر. فهنا نقول ان انت عندك الفرصه العظيمه ان انت تدرس في كليات معتمده وببرنامج دولي قوي جدا، ان انت تقدر تاخد الزماله من بره، وكمان الاعتماد بتاعها اعتماد تمام وحقيقي، مش زي بعض الجامعات الاخرى اللي هي اعتماد بتاعها صوري او فيها تحقيق في بعض الجامعات السودانيه اللي احنا كنا حذرنا منها. فدلوقتي لو انت معاك الشروط والمعطيات ديت، وخصوصا للطلبه اللي هم لسه خريجين من الثانويه السودانيه وكرهوا الحياه في السودان او عايزين يجربوا فرصه بديله، فالاردن تقدر تداوي راحك وتعوضك عن التجربه السيئه لو انت اخذت تجربه سيئه في السودان بسبب سوء المعامله او حتى بسبب المعاملات السيئه اللي كانت موجوده عندنا هنا في التنسيق المصري. فنحبذ للطلبه اللي هم طلاب الفئه المتوسطه ومن دلوقتي بدا تسجيل الترم الثاني، ودي فرصه عظيمه جدا عشان تقتنص فيها السنه كلها، لان انت هتاخد الترم الثاني مع الطلبه وهتدفع مصروفاته فقط، وفيما يتعلق بالترم الاولاني هتقدر تاخد الترم الاولاني في السمر كورس، وده هيوفر عليك بعض المصروفات. ولكن كمان هتقدر تاخد لو انت لسه ما قدمتش من الثانويه السودانيه مثلا، او انت ما قدمتش في اي جامعه من الجامعات، او حتى انت هنا في الجامعات المصريه وكاره الدراسه بتاعتك وعاوز تقدم في العلاج الطبيعي او الصيدله او هندسه بالمجاميع اللي احنا قلنا عليها ديت، فانت هيبقى معاك القرار السليم ان انت تبدا تنرول او تبدا تسجل في جامعه العقبه التكنولوجيه في التخصصات اللي احنا قلنا عليها ديت بدايه من الترم الثاني، وتسجيل مفتوح الان. تقدروا تتواصلوا معانا على جروبنا على الفيسبوك او صفحتنا على الفيسبوك او على اكونت شخصي على الواتساب. ولو انت بدات التسجيل من دلوقتي، فاحنا عندنا مفاجاه عظيمه جدا لكل الطلاب بتاعنا، عندنا خصم يصل ل 25% على مصروفات الطلاب اللي هم هيقدموا من خلالنا، وهتلاقي لينك تحت او هتقدر تسجل من عليه، واحنا هنتواصل معاك في اقرب وقت ممكن، سواء على جروبنا على الفيسبوك او صفحتنا على الفيسبوك او على اكونت شخصي على الواتساب. وديت الفرصه العظيمه بتاعتنا واللي احنا بنقدمها للطلاب بتاعنا اللي هم طلاب راديو ثانويه، ان احنا معاكم دايما وعلى طول الخط لو انت عايز تقدم دلوقتي، فهي فرصه عظيمه جدا في التخصصات الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم ديت، علشان التقديمات هتبدا من دلوقتي ولحد 12 فبراير ان شاء الله. فاقتنصوا الفرصه ديت لانها فرصه عظيمه جدا ان انت تقدر تاخد تعليم بهذه المصروفات وهذه المقاومات العظيمه جدا وهذا الاعتماد العظيم جدا. فبادروا ايها الساده باقتناص الفرصه للتسجيل في جامعه العقبه التكنولوجيه، واحنا معاكم ان شاء الله على طول الخط. لو في اي اسئله طبعا سيبوها في الكومنتات، وحتى موعد العلم القادم ابقوا على علم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.